نطلب منه السماحة، لأنه شوفوا الواحد ملي كيتقاس في خدمته راه يقدر يقول بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ يعني انت كتقيسني في واحد الحاجة اللي انا عايش بيها، فانا غادي نقيسك في حياتك، نقيسك في شرفك، نقيسك في كرامتك، فهمتي؟ يعني انت جيتي طاقيو لي، عافاكم راه معنا مبلوكيا في السناب وفي الانستغرام، طاقيو لي ولا طاقيوه ولا شوفوا الا راسو فين كتهضر عليك باش يعرفني انني كنطلب من الناس السماحه، الا بغى يتقبلها مني، الا ما بغاش الله يسهل عليه. انا ما كنفرضش حتى شي حاجه على شي واحد. تقولوا لي وجه الحصه، وجه الحصه ما نطلبش منه السماحه، لانه ما ظلمه، ما هو اللي ظلمني، دونك هو اللي خصو يطلب مني السماحه. اما اشرف قلت عليه واحد الحاجه ما كايناش، فبغيت نقولها قدام الملأ في هذا الشهر الغفران، على الله ربي تقبل الصيام. نقدر حتى انا اللي غلب يعفي، قدر حتى انا داكشي اللي قلت نكون حتى انا غلبته كما هو غلبني، قدر هو غلبني، قدر حتى انا غلبته كثار، لانه انا قلت عليه واحد الحاجه اللي اللي نقدر نحطمه يمكن. فانا من هذا المنبر اشرف، والله نسيت سميته، مع 3 سنين ولا عامين ما بقيتش كنهضر معاه، نسيته كاع ولا نسيت كمارته كي دايره وجهه. اسمح لي مازال كنعرفك. المهم طاقيوه ليا اشرف، عنده واحد اللقب لما نقوله، لانه هذا شهر الغفران، هو من طنجه. طاقيوه ليا، قولي راه صوفيا كطلب منك السماحه، ورمضان مبارك ليك ولعائلتك وليكم حتى نتوما اللي كتفرجوا فيا، كتمنوا تقبلوا كلامي. والاعتذار من ماشي من الرجال، انا واحد السيد واخا غلط فيا، ولكن كيجيني تأنيب الضمير، لانه داك الشيء اللي دار ليا هو، انا درت له ما كثار واللي غلب يعف والله. اما الباقي فمازال معكم حروبات، مازال معكم حروبات، حروبات فهمتوا، مازال معكم حروبات، وبيناتنا القانون، وحقي غناخدو، غناخدو منكم، لانكم نتوما ظالميني، انا ما ظلمتكمش، فهمتوا؟ نتوما بيناتنا القانون وبيناتنا الله عز وجل. ايوا نهار طلبوا مني السماحه راح انا غنسمح لكم، ولكن مادام ما طلبتوهاش بيناتنا حروبات، وبيناتنا القانون، وبيناتنا الله عز وجل. وبغيت هاد شهر رمضان كيما ظلمتوني وكيما نزلتوا عليا الباطل، بغيتكم ان شاء الله النهار الابيض ما تشوفوش. بغيت ان شاء الله اي نهار هضرتوا فيا ولا بكيتوني فيه ولا خنقتوني فيه، بغيت ربي يخنقكم في القبوره ديالكم، يخنقكم في حياتكم الشخصيه، في فراشكم، في حياتكم الشخصيه، في اموركم الماديه، في عائلتكم. لا عائلتكم ما داروا لي والو، نتوما كاشخاص اللي ادوسين، بغيت ربي ياخذ لي حقي فيكم واحد بواحد ان شاء الله باذن الله. في هاد العواشر وكندعي لكم من قلبي، اللي خدا لي فلوسي، اللي مرجعش لي فلوسي، اللي نصب عليا، اللي هضر فيا، اللي اداني في خدمتي، بغيت ربي ياخذ لي حقي فيكم واحد بواحد. يا ربي يا مستجيب الدعاء، وفي هاد ليلة رمضان وفي هاد العواشر يا سيدي ربي خذ لي حقي في بزاف ديال الناس ظلموني وتعدوا عليا وتحقروا عليا وحسدوني ونزلوا عليا الباطل، وادوني في شرفي، ادوني في خدمتي، ادوني في المصداقيه ديالي، ادوني في بزاف ديال الحوايج اللي ما عمري ما غنسمح ليهم، وانا ما شافوا مني غير الخير وما شافوا مني غير الاحسان. بغيت يا سيدي ربي كندعي لك بقلب مفتوح وبقلب جريح وبقلب مظلوم يا سيدي ربي، في هذا النهار الكبير بغيتك تاخذ ليا فيهم حقي، بغيت نشوف حقي في الدنيا قبل الاخره، بغيت نشوف فيهم حقي يا سيدي ربي. ويا سيدي ربي اسمح لي، يا سيدي ربي اسمح لي، غير من اشرف ديال طنجه هو اللي نقدر نقول انا قلت عليه شي حوايج ماشي حتى لتما، اما الباقي يا سيدي ربي شوف لي فيهم حقي، وبغيت حقي، وبغيت داكشي اللي داروه ليا يدار ليهم هما ان شاء الله، وداكشي اللي نزلوه عليا، وداكشي اللي ادوني بيه، وداكشي اللي وراوه ليا، بغيت يا ربي يوصل ليهم ليهم هما اضعاف واضعاف 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 في هذه الليله المباركه. يا سيدي ربي خذ لي حقي، راني غير يتيم وراني غير نيه وغادي معاهم غير بالنيه. يا سيدي ربي ما شوف لي حقي منهم، هادشي اللي غادي نقول يا ربي امين. يلا خوتي انا غادي نمشي الناس، لانه في الصباح غادي نمشي نخدم بكري، لانه هذه هي خدمتي، كنفيق نمشي نخدم ونجيبها بدراعي بدون ما نأذي الناس، بدون ما نأذي حتى شي واحد، وخدامه حلالا طيبه. يلا صباحكم مبروك.